أدمن المخدرات في مراهقته وتاجر فيها في شبابه، وأثار الجدل في بعض إعلاناته عن التدخين، لكن هذه المرة حمل شعلة أولمبياد باريس ليستمر نجم الراب الأمريكي سنوب دوغ في مفارقاته الغريبة. كالفن برودوس المعروف باسم سنوب دوغ مغني راب أمريكي عرف بتدخينه الحشيش، إلا أنه في عام 2023 أعلن أنه سيتخلى عنه أو على الأقل عن تدخينه، واليوم تستعين به شبكة NBC الأمريكية للمساعدة في تغطية الأولمبياد لصالحها في محاولة منها لزيادة نسب المشاهدات. أنظر إلى هذا باعتباره شرفاً مرموقاً وشيئاً أحترمه بحق، لم أكن لأحلم أبداً بشيء مثل هذا، سأظهر أفضل سلوك لي وسأكون في أفضل حالات الرياضية، وسأتمكن من التنفس ببطء والمشي بسرعة وحمل الشعلة بابتسامة على وجهي، لأنني أدرك مدى أهمية هذا الحدث. وكان سنوب دوغ أحد آخر حاملي الشعلة الأولمبية التي أضيئت في أبريل الماضي باليونان، وشقت طريقها ببطء منذ ذلك الحين وصولاً إلى باريس.